السلام عليكم يا اخوان اخوات، مرحبا بكم معنا اليوم في سوق حد ولاد فرج. اليوم اخوان 19 9 2011 غنداو اخوان بالعجل الجزائري جيكي طالياني شارولي. نحاول نتعرفوا على الاثمنه اللي عطيتنا. تقدر تعطينا الثمن اللي جاب؟ نعم الثمن 420,000 21,000 درهم. هذا البلجيكي تبارك الله هذا 500 قل 12,000. الشارولي ما هو الشارولي هذا؟ شنو؟ ايطالياني تا هو هذا ايطالياني الثمن هذاك اللون. اييه هذاك اللون 440. كاين السوق اللي ما في الجزائر؟ كاين السومه. كاين السومه. شحال طايحنا في الرحله؟ هو شارينا على حساب اكثر من 60 درهم. أكثر من ستين إخوان. هذا هو مولام، هذا 520 ياه؟ 500 قل 12. هذا 420 ولا آخر 440 طاليانيين بجوج. الله يجيبك التيسير والرباح إن شاء الله. الله يسخر لك ملاحا إخوان، اللهم بارك. تبارك الله. شديت مع مولام؟ شديت مولام ضروري نديروها. مولام وكلش. الله يجازيك بخير يا اخوان، اول واحد صورنا معاه. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، تربح فيه ان شاء الله. يربي عند الرباح يا اخوان. خيرات تبارك الله. وانوار. والله يسهل عليك. تبارك الله ما شاء الله. هو طالياني ماشي شارولي. شو اثمنة كيفاش مدايره؟ سمعتوا السوق كيفاش مداير؟ اللهم بارك يا اخوان. خيرات تبارك الله. تبارك الله اخوان. هذا عجل ليموزين شحال باش مشى؟ جوج سلعات 20,300. كدا السوق السميدي؟ ها؟ كاين شويه من السوق شويه. الثمن كاين الثمن؟ كاين الثمن. كاين الثمن. شحال طايح لي في الرحبه اليوم اخويا؟ 12 درهم. 60 درهم. والله يسخر لك، الله يجيبك رباح التيسير ان شاء الله. طالع 60 درهم. تعال تعال. مليون و16 سؤالي قال لك 10,800 درهم. اخويا نشدو على هذا اللي حداك صاحبي، خلينا نصورو. الثمن ديالو شنو؟ ها؟ 180 باش نخلص. كيقول 192. 9,600 اللي كيطلق فيه، 9,600 درهم. والله جبنا التيسير. الاخر ناقص. ليموزين عبد الغني؟ مليون و36 يعني 11,800 درهم. كدا كسب عبد الغني الثمن؟ كاين الثمن. كاين الثمن. مليون و36 الله يسخر.
يا إخوان، هنا يا السوق ولاد فراج، مرحبا بالجميع الناس المغرب وناس الجالية المغربية، الناس كاع اللي كيتابعونا مرحبا بهم في المكان، ألف مرحبا، تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك من هنا من السوق، حد ولاد فراج، الثمن أخويا الله يجازيك بخير، الثمن. باش خاصني نعطينا باش خاصني نشوف نشوف 196 مليون و 6000 بحال 2 مليون بينات بحال مليون لواحد يا اخوان والله يسهل عليك الله يسهل تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك يا اخوان يحفظك واحد الله يحفظك تبيعوا مازال مازال ما تبيعوا باقي ثمن ثمن مليون و60 الواحد لا بينات مليون جوج مليون و60 جوج و60 الله يرضي عليك مليون و30 في الواحد 11000 كنطلبوها فيهم اي كطلبها 11500 طالب طلب اخويا عندك شنو كيقول 11500 هذا اخوان اللي في الايسر مليح مليح على الاخر الله يسخر مولاه الله يجيب لا هذا غير فيديو عادي اخويا غير فيديو الله يسخر لكم نجوم تبارك الله عليك كده هذا الصوت في كسابي شويه الثمن كاين الثمن الثمن ديال هاد البلجيكي تبارك الله فيه ثمنو 306 15300 درهم 15300 المهم اخواننا في ولاد فرج معروف معروف بالبقر كاين مزيان والله يسخر لي الله جبت تبارك الله يا اخوان اللهم بارك والله يسخر مولاي الله جبت شحال شنو كانوا عاطينو؟ هو دينا ب 120 عطاونا 26 عطاونا فيه 6000 درهم اي 620 326 في الكحل 626 اللي كانوا عاطين 16300 اللي كانوا عاطين مازال على فيك مازال على مازال 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 الله جبتي سير هو العرض مليح في الصحة إخوان خيرات تبارك الله كان عندها والله يدير خير بلجيكا إخوان كبير تبارك الله مازال كسابي ثمن خويا 334 مازال شنا الحليب 334 16700 16700 اللي شاف فيديو عجبه خلي واحد جيم اللي شاف فيديو عجبه بارطاجي اليوم اخوان كاين الثمن في الزاري كاين الثمن حتى في الزاري المهم انتم خيرات تبارك الله ديال الوكالة خير موجود تبارك الله عليكم الاخوان نهاركم مبروك من هنايا من السوق حد ديال ولاد فرج الوكالة صورة مزاري جدا والله يسخر الجميع
كو 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 كو